خلينا نروح كده مع بعض من خلال أبليكيشن زوم. ضيفتي موندا وديع، استشاري العلاقات الأسرية وصانعة المحتوى. أهلا بيكي يا موندا. أهلا بيكي أستاذة إيمان، أخبارك إيه؟ الحمد لله. أخبار حضرتك إيه؟ طبعا احنا قبل ما نستقبل الراجل في الاستوديو، احنا دلوقتي ستات مع بعضينا. ليديز فيرست. يعني ستات نفضفض كده مع بعضينا قبل ما نروح للعنصر الرجالي. يلا انا عايزه بينا. اعرف الامان بالنسبه لك انت في الاول يا موندا ايه؟ بالنسبة لي أنا، طيب خليني أقول لك بس تعريف بسيط عن الأمان، وهقول لك الأمان بالنسبة لي إيه. اوكي يعني لو هنتكلم عن الأمان، أنت قلتي مقدمة رائعة جدا عن الأمان، وناس كتير فعلا بتفكر الأمان في الأمان في الفلوس وفي العلاقات أو في الزوج أو في الأهل، ولكن تعريف الأمان ببساطة هو ثقة. يعني هي الفكرة كلها الأمان، أنا واثق إن اللي قدامي ده هيبقى موجود أو متاح في الوقت اللي أنا هبقى محتاجة له فيه. فده حتى بيبدا من الطفوله، من الطفل، من اول ما يتولد مجرد ما بيعيط بيبقى واثق ان مهم، يبقى واثق ان مامته تبقى موجوده، وهكذا. يعني هنتكلم على مراحل الحياه، فالامان ثقه. الامان بالنسبه لي يعني مهم يكون في حاجات ثابته. يعني امان باخده من علاقتي بربنا، دي نقطه، والنقطه الثانيه علاقتي بنفسي، وبيجي بعدها الحاجات اللي حضرتك قلتيها، العلاقات، الزوج، الاهل، العمل او الفلوس. يعني من خلال الشغل باخد فلوس او كده، فالامان بيجي بالتدريج من الحاجات دي. طب هل الامان لو الأولويات انا دي يا موندا بتيجي حسب درجة تعليمي؟ يعني مثلا تلاقي مثلا اللي ما كملوش تعليمهم، أو مثلا درجة التعليم بسيطة، بتلاقيها بتفكر كل تفكيرها هو يبقى أنا بتجوز وبخلف وخلاص. تيجي بقى لو واحدة متعلمة درجة أعلى وخدت ماجستير وكملت للدكتوراه، يعني حتى لو ما خدتش ماجستير متخرجة وعارفة إن الحياة لازم كارير، تلاقيها بتفكر في الأول إن أنا أشتغل ويبقى معايا فلوسي وما بقاش محتاجة لحد. يعني هل ده بيفرق ما بيني وما بينك وما بين حد تاني، درجة التعليم والبيئة اللي أنا طالعة منها، البيت اللي أنا متربية فيه؟ بالظبط، هي بتيجي من خلال البيت والخبرات. يعني انا اتربيت ازاي؟ يا ترى انا اهلي ربوني ان الامان بيبقى ايه؟ لما مثلا لو انا اتربيت ان الاب او الام بيقولوا لي الامان هو شغلك، او الامان هو جوزك، او الامان هو ولادك، الامان مش في اي حاجه تانية، فانا ايوه بكبر باخد الفكره دي وبتعامل على اساسها، زائد الخبرات اللي انا بتعرض فيها من خلال الحياه. يعني انا مثلا لو انا في علاقات في حياتي مش بتحسسني بالامان، فاذا انا اخدت فكره ان العلاقات مش هي اللي تديني الامان. او لو انا مثلا اتعاملت في الشغل ان الامان في الفلوس، ولقيت ان الفلوس هي اللي بتديني الامان، فخلاص بقى عندي خبره ان الامان في الماديات. فاهمه قصدي؟ الخبرات مع التربيه هي اللي بتوصل لي صوره الامان بتبقى عامله ازاي. يعني هي اللي بتخليني الامان بالنسبه لي عباره عن ايه.